مساء الخير. أنا اليوم جاي أحكي لكم قصة. كان يا مكان في قديم الزمان كان في طفل أردني حس إنه موهوب. كان عمره 11 سنة وكان شاطر بالمدرسة. ولما إجا يخلص المدرسة إجت عشان يطلع على الجامعة، وكانت موهبته كمان عم تكبر. طبعاً طفل أردني معدله عالي بالمدرسة، ولما بده يجي يروح الجامعة شو المفروض يدرس؟ هذا المنطق الأردني تبعنا، صح؟ تمام، طب أو هندسة. ليه؟ لأنه هاي هي صكوك الغفران تبعنا، تبع المجتمع تبعنا، اللي إحنا أقنعنا حالنا فيها إنه إحنا بنكون بمكان اجتماعي كتير محترم وبيكون دخلنا عالي، وهذا تقريباً حلم كل مواطن تقريباً. ما علينا، إجت طلبات الجامعة، سألوا أهله، قالوا له شو بدك تدرس؟ طبعا البيت كان عجقة وقاعدين الناس عم بيحكوا هندسة كيماوية، لا هندسة ميكانيك، لا هندسة كهرباء، طب أسنان ما بيجيب مصاري، لا الطب العام بيجيب بس بدك تتخصص، مش المهم هيك عجقة. أنت شو بدك تدرس؟ فقال لهم موسيقى. فصار في صمت رهيب هون في البيت، والكل اطلع عليه إنه هاي هواية، مش عم نمزح، شو بدك تدرس؟ احكي لنا. قال لهم والله موسيقى، عن جد جعبالي أدرس موسيقى. المهم ما وافقوا وما كان الخيار بإيده. هلأ أنا ما عم بحكي عن حالي، هاي مش قصتي لحالي، هاي قصة كتير ناس، ناس قاعدين بيننا، قصة رح تصير معكم بعد أقل من سنة أو من سنتين. المهم هذا الولد راح على الجامعة وبلش يدرس. بعد أول سنة حس إنه هو في مكان غلط، يعني هو مش ذنبه إنه شاطر كمان، يعني عشان يكون هيك لازم يطلع. فبعد أول سنة طبعا حس انه موجود في المكان الغلط، يعني حاول انه يحب اللي عم بيعمله، حاول انه يحب اللي عم بدرسه من منطلق يعني اذا لم تفعل ما تحب فاحب ما تفعل، طبعا يعني اكذب على حالك وامشي. فالمهم حاول هذا الموضوع بس ما زبط معه، استجمع كل قواه، صار عمره 19 سنه هون كبر، وراح لعند اهله وبقى لهم البحصه، قال لهم انا ما بدي اكون مهندس، انا بدي اكون موسيقي. طبعا شو كان الرد؟ بالله موسيقي شو بدك تعمل يعني بحياتك؟ يعني شو بدك تشتغل؟ يعني تروح تدرس بمدرسه ولا تعزف بكوفي شوبس ولا تعزف بنوادي ليليه ويصير شغلك مع الرقاصات؟ يعني شو بدك تعمل؟ طبعا هو لا يا عمي الموسيقى مش هيك، يعني في موسيقى بتنعزف على مسارح، في موسيقى محترمه، في موسيقى كويسه، في علاج بالموسيقى، في تعليم من خلال الموسيقى الى اخره، بس عبث. طبعا ثاني سنه رجع حكى نفس الموضوع، وثالث سنه نفس الموضوع، بعدين عرف انه هو معادلته خسران، خسر الجولة. بس هذا الزلمة ضل قاعد عم بيشتغل وبيألف موسيقى وبيشتغل على حاله وبتمرن وبقرأ وبتطلع وبيزيد معرفته وبيزيد علمه وإلى آخره، وكان عنده هدف إنه هو بس لما يخلص جامعة بده يروح يدرس موسيقى، كمل بالهندسة عشان ما يزعل أهله. بس دائما كان يفكر بينه وبين حاله هو راجع الطريق للبيت من الجامعة، معقول أقضي آخر كل عمري بإشي ما بحبه؟ معقول إني أقضي كل حياتي أدفع ثمن قرار أنا ما اخترته؟ هذا السؤال كان عامل كتير أرق. معقول إني ألعب دور الضحية في المجتمع وبكرة بس لما أرجع على البيت لما أصير كبير وهيك يجوا أولادي يقعدوا حوالي وصحابي أقولهم والله بالزمانات كنت بدي أكون موسيقي، بس يعني بتعرفوا الحياة ومشاغلها، لا ما بدي أكون هيك. هذا المونولوج الداخلي، الحوار الداخلي اللي كان عم بيصير بينه كل يوم. قرر إنه أنا بس أخلص الهندسة بدي أروح أدرس موسيقى لأني أنا بدي أكون موسيقي. كان في صوت من جواته بحكي له أنت راح تكون موسيقي. المهم طبعاً بدي أحكي لكم أنه هذا الزلمة قعد 6 سنين بالجامعة بدل 5 سنين لأنه كان يعزف عود أكثر ما كان يدرس. فالمهم بس لما خلص لف العالم يدور على بعثة يروح يدرس فيها بكالوريوس ثاني. طبعاً العالم كلها ضحكت عليه، بعد ما خلصت بكالوريوس هندسة هلا بدك تروح تعمل بكالوريوس ثاني؟ طلع كيف اصحابك قاعدين عم بيشتغلوا بيجيبوا مصاري وانت بدك ترجع تدرس من اول وجديد، تروح مع السنافر وهيك. المهم تعرفوا الحصان بيحطوا له شغله على عينيه، عرفتوها هاي الجام؟ لا بيشوف لا شمال ولا يمين ولا ورا، هذا بيشوف قدام بس. هيك بالضبط كان. طبعا المفاجاه انه دور بكل العالم على منحه ولقى منحه بالاردن، فبلش بكالوريوس ثاني طبعا، وكان ايامها يشتغل بالهندسه. ليش؟ لانه بده يصرف على حاله، يعني بمعنى اخر زلمه طفران، بده اذا بده يعمل اي خطوه لازم تكون هاي الخطوه بايده، بده يحفر هذا الشيء بايده. المهم لما بلش حس حاله انه قادر يوقف على رجليه
قدم استقالته من الهندسة وراح اشتغل بمدرسة. طبعا كل العالم ضحكوا عليه انه بلا من كل عقلك تركت الهندسة وراح تشتغل في مدرسة وبكره بدك تصير مناوب وتنزل على الفرصة واستاذ اخذ محايتي واستاذ اخذ برايتي واستاذ زحمان بدي افوت على الحمام واستاذ ضربني عن جد تحكي انه والله هلا هو كان في عنده هدف. هو ليش بده يشتغل في مدرسة؟ هو كان عنده هدف انه بده يغير 1% من مجتمعه، مش عشان انه قديس على فكرة، عشان انه بده يقلل شعوره بالغربة الداخلية. يعني انت اذا بتقرر تسحب حالك في يوم من الايام وتهاجر لبرا وتعيش الغربة هذا خيارك، تدفع ثمنه لحالك لانك اخترته. بس اذا انت عايش بمجتمع حسيت حالك غريب فيه فلا، هاي مشكلتك وبدك تحلها. غير ولو 1% من مجتمعك عشان يصيروا يقدروا يتفاهموا معك. بعدين هو ايش حسبها؟ انا اذا بدي ابلش بدي ابلش مع الاطفال وبدي ابلش مع الشباب، لانه هدول الناس هم اللي عم بيطلعوا، هم اللي عم بيغيروا، هم اللي في يوم من الايام راح يكون في عندهم هذا التفكير الثوري انه احنا بدنا نغير البلد، هاي البلد تصير احسن. هاي البلد اذا بتتغير ما راح تتغير، ما راح نحكي مع مقاول نحكي له لو سمحت بدنا اياك تيجي تصلح لنا البلد والفساد وكل شيء وبعدين نسكر الخط يجي ياخذ منا مفاتيح البلد يطلعنا ينفضها سنتين ثلاثه بعدين قلنا تفضلوا والله بلدكم زبطت. لا، احنا بدنا نغيرها. فهو حكى انه انا اذا بدي اشتغل على الصغار هدول هم الاستثمار الحقيقي، لأنه بعد 20 سنة بعد 30 سنة بيضلهم عايشين وبيأثروا باللي بعديهم. لأنه عملية الإصلاح اللي بتصير بالكبار هي فعلياً عملية ترميم. بس إحنا ليش نستناهم لحتى يكبروا؟ لا، خلينا نبلش من هلأ من هم وصغار. طبعاً بلش يدرس في مدرسة ولساته عم بيألف موسيقى وعم بيعمل حفلات وعم بيدور عم بيدق دق 25-30 باب كله مسكر كله مسكر، فتح منهم باب واحد غير له حياته، حاول يشتغل هون حاول يروح هون، كان عم بيسافر كمان، كان عنده هدف انه هو بده يفرجي ثقافة اخرى عن بلدنا، بده يفرجي انه في عنا موسيقى محترمة. يعني كثير كانت تحس بنفسه انه مثلا لما يطلع على اي بلد عربي انتو تبع خلي عظامه الطقطق، انه انتو تبع الرشاشات. يا عمي لا، احنا قبل 15 سنة كنا نصحى نسمع فيروز، يعني قبل ما هلا من نصحى ومنحس حالنا بدنا من الفرش نقوم ندبك. ليش؟ لأنك تصحى على تعبئة عامة إنه إحنا في عنا ثقافة، إحنا مجتمع مثقف. أعطوني فرصة إني أنا أعكس هوية كويسة عن بلدي. طبعاً وصل لمرحلة من اليأس في بعض الأحيان، صفن هيك بالسماء وحكى مع الله وقال له يا رب وبعدين؟ والله تعبت وإنت عارف، ليش أعطيتني وعي أكبر من واقعي؟ ليش ما خلقتني إنسان محدود التفكير؟ أكبر همي إني أكون موظف، أصحى الصبح أروح أداوم على الشغل أرجع أتغدى وأحط راسي وأنام وأحضر تلفزيون هيك أفتح لي على مسلسل تركي وأستنى دوام ثاني يوم. ليش هيك؟ بس هذا الحكي ما كان طالع من قلبه، هذا كان طالع من اليأس اللي هو فيه. بس بعدين بلشت البواب تتفتح، بلش يصير في ورشات عمل، بلش يسافر، بلش يعمل حفلات، بلش ياخذ جوائز، تكرم بعدة بلاد، عزف لرؤساء، عزف لزعماء إلى آخره. بلش يحس انه هلا انا بعد سنين لما طرت خارج السرب كنت وحيد، بس هلا السرب بلش يلحقني وبلش يامن فيي. في عندنا مثل انتم بيحكوا لكم انه البنت بتباهي بشعرات جاراتها، بتعرفوه؟ اذا واحدة جارتها شعرها طويل فانتم بتصيروا تحكوا انه جارتنا شعرها طويل، بنصير نباهي في شعرات جارتنا. بس هذا السرب كله كان متخلي عنه، كان في كثير ناس قلال يحكوا له انك انت كويس. فبلش بعديها كمل ماجستير وطلبوا الجامعة يدرس، ودرس بمدرسة وعمل مشاريع مع اللاجئين وعمل شغل وطلع وإلى آخره وعكس هوية البلد. بلشت تنفرج. نشوف هذا الفيديو منرجع. هذا المشروع هو امتداد لأول ورشة عمل عملتها أنا بالدارة بأول 2014، بعدين صار في عنا ورشة بالصلت بال 2015 بأول 2015، وهي هي الورشة الثالثة اللي أنا عم بعملها. وهي فعلياً أخذت مدربين اللي كانوا هم طلاب أوليتها صاروا هلأ مساعدين، وعم أنا أهلهم إنهم يصيروا مدربين وعم بيساعدونا، وعم نستقطب فئات جديدة كمان من الأولاد، خاصة من أولاد جبل ويبدي، وعم بيجونا كتير من مناطق مختلفة. الورشة فيها ثلاث شغلات، عنا الميلوديكا وعنا عود وعنا الكورال. رح تاخدي مريم ورني على شو اسمه على الساعة، أوكي؟ بدون نوتات معاكم. الورشة الموسيقية في اللي يورد اليوم كتتويج للورشة العمل الموسيقية لقادها الموسيقي
وصديقنا طارق الجندي للسنة الثانية وحماس وإيمان وحماس المعركة بزعيمها طارق كبير. رجع صفن السماء وقال يا رب انا كنت متوقع تخرجها بس بصراحه مش لهالدرجه يعني بصراحه ما كنت متوقع كان عندي طموح كان عندي حلم كان عندي امل بس ما كان عندي افق وحكى قال شكرا يا رب شكرا لانك خليتني اؤمن بحالي بالوقت اللي ما كان في حدا مآمن فيه شكرا لانك اعطيتني الجرأة على اني اسمع الصوت اللي جواتي لما كان صوت المجتمع اعلى من صوتي شكرا انك اعطيتني عزيمة اني اطلع اكمل اول حفلة عملتها بحياتي لما حضرها 7 اشخاص 4 منهم كانوا اهلي واصحابي و3 بالغلط يمكن وما كنت اعرف اني انا بعد 10-15 سنة رح اعمل حفلة تخلص تذكرها قبل باسبوع يكون في 1500 شخص وفي ناس على الباب تروح وتزعل بدها حفلة تانية شكرا يا رب اني حطيت هذا اللجام على عيوني وما شفت لا شمال ولا يمين ضليت اشوف دغري الحياه فكره جهد تعب سعادتك او تعاستك بتعتمد على قراراتك بتعتمد على جرأتك قديش انك تكون مجازف بحياتك واحنا وصغار كانوا يحكونا الطريق اللي بتعرفه احسن من الطريق اللي ما بتعرفه بس هم نسيوا يحكونا انه الطريق اللي بتعرفه ما بتتعلم منه شيء روح روح وجرب واغلط انا بدي احكي لكم كل واحد فيكم اذا بدك تحلق وتطلع تطير خارج السرب ما تتخيل انه الحياه لونها وردي وفراشات وعصافير وطيور جميله لا نهائيا لا بس بدك تعرفوا شغله واحده انه راح يصير عندك جنحان اقوى والسرب راح يلحق كل حدا فيكم مشروع إنسان مميز كل حدا فيكم موهوب كل حدا فيكم في صوت جواته بيحكي له شو بده يكون لمن بيحكي شغلة الإنسان اللي ما بيخطأ هو الإنسان اللي ما بيتعلم يعني هو مش قديس الإنسان اللي ما بيخطأ هو الإنسان اللي ما بيتعلم إديسون لما ضوى اللمبة بعد 100 محاولة كتب بمذكراته تعلم 99 طريقة لتجنب الخطأ بالضبط إنتو هذا الحكي أنا كثير معني أحكيكم إياه أنتو لأنه كل واحد فيكم فيه عنده إشي بس خلي عندك الجرأة أنك تسمع لصوتك اللي جوا أنا رح أختم جلستي بعزم بدي أحكيكم شغلة أكيد مش رح تتذكر كل اللي حكيته كل اللي حكيته مسلم بس تذكروا شغلة واحدة دائماً اسمع لصوتك اللي جوا شو بحكي لك واشتغل وطور مهاراتك وطور معرفتك وطور علمك بس بعمرك ما تكون إلا أنت لأنك إذا كنت رح تكون أو حبيت أنك تكون نسخة عن حدا تاني لا شك أنك رح تكون نسخة غير محسنة كون أنت شكراً